هذا غير احمد بن يعمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفات. هذا حديث غريب من قبل اسناري لا نعلم احدا حدث به عن شبهه غير شبابته. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من اوجه كثيره انه لا ينتبذ في الدباء والمزفات وريد الشبابه انما يستغرب لانه تفرد به عن شبهه. وقد روى شبهه وسفيان الثوري بهذا الاسناد البخاري بن عطان عن عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الحج عرفته. فهذا الحديث المعروف صح عند اهل الحديث بهذا الاسناد. حدثنا محمد البشير قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو مزاحم انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه فصلى عليها فله قيراط من تبعها حتى يقضى قضاؤها فله قيراطان. قالوا يا رسول الله من قيراطان؟ قال اصغرهما مثل اهل. قال حدثنا عبد الله بن ابي الرحمن اخبرنا مروان بن محمد بن معاويه بن سلام قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثنا ابو مزاحم سمع أبا هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تبع جنازة فله قيراط. فذكر نحوه بمعناه. قال عبد الله وأخبرنا مروان ومعاوية بن سلام قال يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن حمزة بن سفينة عن سائب سمع عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قلت لأبي محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ما الذي استغرب من حديثك بالعراق؟ فقال حديث سائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا الحديث. وسمعت محمد بن إسماعيل يحدث بهذا الحديث عن عبد الله بن عبد الرحمن قال أبو عيسى وأحد حديث قلوية من غير وجه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما يستغرب هذا الحديث لحال إسنادي لرواية سائب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو حسن عمرو بن علي قال حدث يحيى بن سعيد القطان قال حدث المغيرة بن أبي قرة السدوسي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل يا رسول الله أقلها وتوكل أو أطلقها وتوكل؟ قال قلها وتوكل. قال عمرو بن علي قال يحيى بن سعيد هذا عيني حديث منكر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وقد وضعنا هذا الكتاب على الاختصار لما رجونا فيه من المنفعة. نسأل الله النفع بما فيه وأن لا يجعله علينا وبالا برحمته. آخر الكتاب والحمد لله وحده على إنعامه وإفضاله والصلاة والسلام على سيد المرسلين الأمي وصحبه وآله. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا الحمد ولا التمام ولا النبي وآله وصحبه أفضل الصلاة وأزكى السلام والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على النبي الأمي. आपके पास ये दखड़ पकड़ नहीं है का? तुम दखड़ सुनाओ भाई, दखड़ पकड़। गुजरात को जुजरात बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि मैं ये कातिब बता रहा है कि मैं ने ये लिखा है तो कुछ मौलाना वर्षा साहब का भी कह रहे हैं। जी सल्लल्लाहु अला मुस्तफा व सैयद मुरसलीन व खत्म नबी व लक़द फरग मिन तबीज मिन तबीज ही अब्दुल मजीद मोहम्मद चिराग بيض الله وجهه يوم الفراغ فوقاه عما زاغ من خطان كورتي ذكر من مضافات جزرات جزرات کو جزرات گاف نہیں ہے نا عربی جزراتی ہے بھائی بڑو آوے چھے بستا دنگا یوم الاثنین رابع والعشرین من جمادی الاولى من ستتی جمادی الاولى من السنة 40 الف 338 الف ایسے پڑھو الف ہاں آگے پڑھو 300 38 اعوذ باللہ انسان نہیں پڑھ سکتا ماشاء اللہ اور اللہ تعالیٰ تمہارے علم میں اضافہ کرے جی الہجری اعلیٰ صاحب الف التحیات وجعله عرضتا لشیخه واسمه المنیف العالی محمد انور شاہ من قطان ناحیہ کشمیر آپ کی سند سے اس کا تعلق ہے اس لیے جو نا پڑھوا رہا ہوں آپ کیونکہ مولانا انور شاہ صاحب مولانا بنوری صاحب کے استاد ہیں اور میرے استاد ہیں مولانا بنوری صاحب تو بہت قریب سند ہوگی آپ کو مولانا انور شاہ صاحب سے جی ودار افاضیتہ و ارشادہ و ہدایتہ بلدۃ دیوبند مدیرتی سہرنپور مدیریتی مدیریتی سہرنپور وعلم
انما اطلعت على الخطا ما اطلعت واعلم انما اطلعت ما اطلعت ايش واعلم انما اطلعت على الخطا والسهو جو آپ کو غلطی ملے تو میری طرف نسبت کرو مولانا رشاد کی طرف نہ کرو یہ کہنا کرو جی علامہ حررت فصلہ لکاتبی اللہم آمین ولا تنسب الى شیخ الی الشیخ بل الى کاتبه الراجی رحمت ربه القوی بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين واصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإننا من المسلمين ربنا تقبل دعاءنا واغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم أنت فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين دو گھنٹے فارغ ہو گیا ٹھیک ہے اب وہ جن جس استاد کو ضرورت ہو ان کو بول مفتی صاحب کا باقی ہے ان کو کہو جس کو ضرورت ہے السلام علیکم ہم سے ہوئے معاف کرو معاف کر دو اگر نہیں معاف کرتے ہو تو پھر تمہاری مرضی ادھر فیصلہ ہو گیا السلام علیکم خوب یہ جاتی کی ہے یار السلام علیکم